الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. داير لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الصحه بارك الله فيك. واحكم مبروك لاله. مرحبا بدريه. الله يطول العمر. بغيت نعطيك واحد الكلاص. اييه تفضلي. كنحتاجو ليه السيطر ديال الحليب. السيطر ديال الحليب اييه. وكباكي واحد الباكي ديال كريم شانتي. اييه باكيات شانتي بودره. وغادي نحتاجو باش نديرو النكهات. غادي ناخدو فلان شوكولات مع ياغورت شوكولات. اييه وفلان عرفت علاش ملي كيبدا يهضر معاكم الواحد لا 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 مخلوع. مرحبا. كنتصنت لكم عادي ملي كنظن نهضر كنحس بحال نهجه فيا. لا لا تفضلي خذي راحتك. ما شاء الله. ايوا وعاد هذا فلون فريز مع ياغورت فريز. ايه يعني الفلون اللي درنا بالياغورت ديالو بالنكهه ديالو. واخا بغى يدير الانسان جوج بغى يدير غير واحد بغى يدير ثاني فلون فاني مع ياغورت فاني. ياغورت فاني دابا على حساب الواحد شنو على الصباع ديالو. واخا مني والمهم ان كل شيء يكون بارد. ايه يكون في الثلاجه يدير ديك القشره. ولا سميتو فاش غادي نطربو يكون حتى هو بارد وطرب حتى هو ندخلو دوك الشديدات ديالو الثلاجه حتى يبرد داكشي حتى باش غنطربو يكون بارد. كنطلعو داك الكريم شونتي بهذاك السيطرو ديال الشليب حتى يطلع مزيان. ايه نطربو حتى يطلع. كنقسموه اما على جوج اما على ثلاثه على حساب كل واحد شنو بغا. الا ما كانش كاع السيطع يديرو غير فاني كاع بلا شنو يشري كلشي داكشي. ايه صافي تتقسمي على ثلاثة وتتاخدي كل واحد نضيفو ليه تديري لي النكهة ديالو. يعني نضيفو ليه مثلا واحد ملي نقسمو مثلا داك الشونتي مع الحليب بعد ما طلعناه قسمناه مثلا على جوج نصف الكمية غنديرو فيها ياغورت شوكولات وفلون شوكولات والكمية الأخرى نديرو لها فلون فخيز وياغورت فخيز. على حسب كل واحد باش باغي. ولا درنا فلون فاني نديرو ياغورت فاني درنا فلون مثلا يقدر الا داروا كاين بيستاش. اها واخا الا داروه بالفاني يقدروا كاع يزيدوا فيه شويه طرق هذاك سميتو اللوز كلاصين ولا سميتو الكاوكاو حتى هو اللي بغى شي حاجه كي المذاق ديال الفاني فعلا كيمشي مع داك المكسره ديال اللوز والكركره عندك الحق فعلا. اللي بغيتي ديريه كديريه معاه بغيتي دير كاع الواحد غير مثلا الشوكولاته اللي تكون في الثلاجه تخلطها معاه. بغى يديرهم هكاك بوحدهم ويخليهم كل ياخذ كل حاجه منها. بغى يديرهم في واحد الانيه ثلاثة ولكن كل سميتو كدير ديال الشوكولات هو الاول يدخل الثلاجه حتى يجمد. أيه. وعاد تدير فوق منه هذاك ديال الفاني وعاد دير الفريز الفوق. اييه باش كيعطينا الوينات مختلفين. بوحدها تيبرد داك الشيء اللي في الثلاجه عاد كنخبوه فوق الاخر. اييه هذه بحال الا بغينا نديرو غير شكل واحد نديرو غير هكا واحد. اما الا دار هكا كيدار في واحد التوبينات هكا يدخلوا الثلاجه وتبدا بغيت كاع الواحد تعطي لكل واحد حيت كاين اللي ما كيبغيش ديال الشوكولا كاين اللي كيبغيش ديال الفريز. كنهزو بهذاك ديال الكلاص وديبول وكنعطيو. اييه كتشطيهم في كويسات واللي بغا شي حاجه كتعطيها لي وتوقف واحد من الفوق بداك الشوكولاته هكا اللي الشوكولاته اللي كيكون داير عندك صلصه الكراميل ولا الشوكولاته الكراميل من الفوق ولا شويه ديال الفواكه هكا من الفوق ولا اللي بغا يدير شي حاجه غيديرها. اييه على حسب الاستطاعه غيديروا غير فاني هكا ويدير معاه المكسرات ثاني كيجي زوين. اييه واخا صافي ويتقدم. يعطيك الصحه بدريه. شكرا لك بزاف على هذا الاقتراح ديال الكلاص. الله يعطيك الخير بارك الله فيك. شكرا يا ربي امين. نعم نتوما شكرا. كلاص سهل بسيط مكونات سهله وممكن انكم تقسموا بزاف ديال النكهات كيف ما قالت لنا بدريه. وبالنسبه يعني فكره بالنسبه للاشخاص اللي كيجيهم حلو بزاف بزاف ديال لي كلاص عطيناهم مثلا فيهم علبه ديال حليب مركز محلى راه ممكن تعوضوا بالحليب مركز داك المسوس يعني حليب مركز غير محلى هذاك المسوس ممكن انكم ديروه لانه في غالبيه ديال هاد لي كلاص اللي كنا عطينا فيهم شونتي بودره ديال الشونتي بودره ديال الشونتي كتكون غبره كنضيفوا ليها كاس كبير ديال الحليب يكون بارد وكنطربوا كنحصلوا على الشونتي اللي هو واجده هذيك الشونتي اصلا هي مخدومه واجده على اساس انها يعني واجده ما غنضيفوا لها حتى شي اضافات من غير الحليب فكتكون حلوه هي اصلا كتكون فيها واحد الحلاوه زايده هذا من جهه فملي كنضيفوا مثلا حليب مركز محلى وكنضيفوا الكراميل كذلك هذاك الحليب مركز محلى كراميل راه كيجينا الكلاص حلو بزاف عاد كنزينوه مثلا ب ب ب يعني بالصلصه ديال الشوكولات اولا ديال هذا اولا ملي كنضيفوا داك البسكوي المعروف اللي كنديروا في الكلاص ديال الفاني بال
بالكريمة ديال الفاني فاحنا فاحنا اكيد على انه كيكون حلو بزاف. فهاد الشيء علاش غادي ناخذوا هذاك الشونتي اللي حنا واجد ديجا بريباري هذاك الشونتي بودره ملي كنضيفو مع الحليب كيكون حلو غنطلعوه مزيان. وملي كنبغيو نضيفو كنضيفو الحليب مركز غير محلى يعني مسوس. عندي ياخذوا ديك البواطه ديال الحليب مركز الابيض غير محلى يعني مسوس هو اللي كنضيفو باش كنتحكموا في هذيك الحلاوه وكنهرسوا ديك الحلاوه ديال هذاك الشونتي. ملي كنخلطوه ديك الساعه عندنا ميزاننا ملي كنخلطوه وكنشوفوا على انه الحلاوه يعني هي هذيك اولا شويه مسوس يعني داك الحليب مركز غير محلى غلب على داك الشونتي ديك الساعه الحلاوه اللهم حنا نتحكموا فيها ولي يجينا حلو بزاف لانه كيجي كينحر يعني هكا ما كنقدوش يعني كل واحد كياخذ معلقه ولا جوج ما كيقدرش يكمل. ديك الساعه كنضيفوا ليه عندنا ميزاننا ممكن نضيفوا معلقه ديال الحليب داك الكراميل مركز كراميل يعني كنبقاو حنا نخدموا اولا ما بغيناش نضيفوا الكراميل كنضيفوا ليه داك البسكوي مطحون حتى هو حلو اللي كتكون فيه الكريمه في الوسط وكنضيفوا شويه ديال المكسرات. ديك الساعه حتى الا زدنا في التزيين صلصه ديال الكراميل او الصلصه ديال يعني ديال الشوكولات كيجي مزيان. فهادشي علاش يعني عندنا ميزاننا بالنسبه للحلاوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نسيت لكم الحليب بودره 60 غرام هذيك الساشي اللي فيها 60 غرام ساشي ديال الحليب بودره ديال 60 غرام يعني ديك تخلط مع الشونتي اطلع مع الشونتي مع الشونتي من الاول يعني ديك البودره بودره الشونتي مع الحليب مع ساشي ديال الحليب بودره يعني الانواع ديال الحليب غادي نديروهم من الاولين. واخا غنديروا الحليب نسيطرو مع شاصيه ديال 60 غرام مع هذاك الكريم شونتي كيطرقوا شي مزيان عاد نقسموه. واخا تبارك الله ما كاين حتى مشكل. المهم حتى واحد باقي ما وجدنا حتى شي حاجه. الله يعطيك الصحه لفدريا. انت راه سميتو هذاك الشيء راه حلو تنظن بلا ما يدير الانسان يحلي كاع بالحلاوه غيكون عادي. أيه. الحلاوه الا كانت في الكلاص كتجي شويه فعلا فعلا لا عندك الحق. دابا حنا شفت كنا كنتكلموا ياكلوا هكاك طبيعي. اييه شفت كنا كنتكلموا هكا نردوا البال عندنا ميزاننا. دابا تبارك الله ملي كيولي عندنا لاباز ديال الكلاص كيفاش كنوجدوه كيولي عندنا ساهل نضيفو ونزيدو الحلاوه كيف ما بغينا باش كيجيناش كينحر هكا كناكلو وكنستطعمو وكنعاودو ناخدو يعني كميه اخرى.